السلام عليكم. يلا حيوا، احنا الان في موقع تاريخي واثري من مواقع النبويه الشريفه. احنا الان امام مقبره، لكن هذه المقبره من 1400 سنه لم يدفن فيها الا قبر واحد. طبعا احنا خارج مكه الان على طريق المدينه المنوره، نبعد عن التنعيم تقريبا 10 كيلو. حوريكم المقبره ومن هو صاحب هذا القبر اللي داخل هذه المقبره من 1400 سنه لم يدفن معه احد. خلنا نشوف مع بعض. طبعا هذه هي المقبرة التي أمامنا، هنا مكة واللي خارج متجه للمدينة المنورة. هذه هي المقبرة التي لا يوجد فيها إلا قبر واحد، ولكن يا ترى من هو صاحب هذا القبر الذي داخل هذه المقبرة؟ ونشوف من هو صاحب هذه المقبرة ولماذا دفن في هذا المكان من 1400 سنة. هذا هو القبر، إنه قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما في القبر في المقبرة إلا قبرها، وهو القبر الوحيد رضي الله عنها وجمعنا بهم في جنات العدن. لو تلاحظ معاي المقبرة كاملة ما فيها قبر إلا قبر السيدة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا دفنت في هذا المكان؟ طبعا دفنت في هذا المكان بوصية منها. في سنة 51 للهجرة أرادت أن تحج فحجت، فبعد ما انتهت من الصوت فبعد ما انتهت من الحج توفيت رضي الله عنها في مكة، وأوصت أبناء أختها بأن يدفنوها في نفس المكان التي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خيمته هنا بعد انتهاء عمرة القضاء السنة السابعة، وتزوجها في نفس هذا المكان، فأرادت أن تدفن في نفس المكان التي تزوجها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو الذي أنزلها داخل هذا القبر. إلى هنا ننتهي من تقريرنا عن قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.